وترجع تسمية هذا السوق بسوق الصفافير نسبة إلى الصفر، وهو معدن النحاس الذي يشكل المادة الأساسية للصناعات التي يشتهر بها السوق. فالصفارون يصنعون الصحون والأواني المنزلية وأباريق الشاي والقهوة والملاعق والفوانيس النحاسية والنقش عليها وكل ما يمكن أن يكون مصدر جمال وزينة في البيوت البغدادية. نعم، سوق الصفافير لأنه إحنا نستعمل مادة الصفر يسموها بالحقيقة سوق الصفاري، أي كل صناعات اللي تحتوي بالمحلات على مادة الصفر. سوق الصفافير سمون يدقون صفر بيه، شلون هذا مثلا السوق مال فلان، هذا السوق فلان، هذا سوق الصفافير مؤدد، هذا سوق الصفافير. إذا جاهل بأي مكان من بغداد تقول له بسوق الصفافير، إيه اندليته أنا محلي بالكرادة نوبات محلي إيه بسوق الصفافير، هذا اللي يدقون إيه.